الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كل أجر وسيد يدردارنك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلي وتصيح وسيد ويواسع لقاتل كيدي لقفك دردار ميا وحربي يا الحربي هو يحبط نقد حيث ومرتد يا مدري دوبي ولوارث وارث يكيد على هانا وهو صحيصا وإن أجاز هدي بنيان باقي الورثة نحن يا شهيد ذكر هدي بنيان المطلقين تصرف ايه تصرف قود يا تقريبا قود السيد ديسنا حتى لو أوصى هدو دردار من لكل مذك سوى من بريه ويلشي سكمد بعين هدو دردار من شيء بقدر نصيبه نصيبك ودحلق كلها قدر كيسا صحت ويان صحيصا وتصيح ويكان سعدا وصيادي ممن مدبيكان سعدا عليه دين لقول لي يا هيدي المستغرق او وذا غرقنا يو وذا حفنا يو وذا لقيا حوله سيب وإن سقط هدي ودين دي كدعو أما إن أسقط هدي لقره دي بإبراهيم إبراهيم يكبر يلد أو غيره أما غيرك وحكى له أن إبراهيم هين هدي لقره دي ويب وعشاق لي رحمه الله تعالى وتصيح وصيادي وأنصح ذا لقاتل كي قاتلك هاي قفقا دلي اي اما حق كد دلي اما حق درو كد دلي تاسو قلنا وحا لقو صورة يا يعلمدو كو صورة ينا يا مثلا قفبو حدر دارم دي قفقا ايا كدب دلي اما مثلا قف نبرو جيستي ايو در دارم كدب ايو دبتان نبر كي ادنتي waxay leeyihiin marka waa waan saxaysaayo ee sidii dhalkii oo kale laba mid ah wasiyadu oo sidaynu deed dhalka ku arki doono qofgu haduu qofga dhalkiisa u leeyahay dilkiisa iyo dhimashadiisa haduu meel uun ka soo galo haduu lug uun ku yeesho haduu sabab uun ku yeesho dhalkiisa uu ka qadaa وليس للقاتل ليس للقاتل من الميراث شيء اما لا يرث القاتل قبا قاتل كاي وحده حل مايو اما يعني دخلكي وحا كله يحي ما جرتو اي احاديث كو سو ارورت وحا كلا ايانا قاعده اي تاك قاتل علماء اي كو تلمامين من استعجل شيئا قبل اوان عقب بحرمانه قف حدود دجسو شيئا وقتي سي غارين waxa lagu xirma waxa lagu ciqaabay wixii la seejiyo dhalka de wuxuu yeelanayay marka uu qof gar dhinto isaguna uu ka dambeeyo mar haduu dadajiso qofkii isdhaafi ad halkii sayelatide xilligiisi isoo gaarin mar haduu marka dadajisay waxa lagu ciqaabaya in dhalkii la seejiyo midda labaad waa sadu daraayco de waxa weeye hadii aan taa la joojinin qof waliba qof uu dhalkiisa leeyahay buu kharijinaya sidoo dhalkiisa hantiisa u qaato laakiin wasiyadu ta ayadu way ka baxsan tahay oo ayadu way ka sahlan tahay bay ilaadeen laakiin haduu ilaado qofka ay dilaan u dardaarmay taas ayada dee ma ansaxayso taa iyadu waa la isku waafaqsiin wa tasic wasiyadu liqaatili may waa saxdaa wa xarbi wa murtadi may waa saxdaa gaal xarbiyana waa ansaxaysaa laakiin dee aan xiraabadiisa aan ugu dardaarmin hebelka xarbiga xabadu inaga dhacaysan u dardaarmay haduu ilaado macsiye noqonaysa ma ansaxayso laakiin hebel baan u dardaarmay buu yidhi hebelkii baa markaa waaqici wuxuu noqday xarbi buu noqday waa ansaxaysaa waa murtadin hebel baan u dardaarmay buu yidhi waa kii ridoobay baa lala diintaba ka baxay haddii aanu ridada ku dhimanin isagana waa ansaxaysaa oo dib u soo noqday isagana waa ansaxaysaa oo aanu odhanin hebelkii murtadka ahaabaan markaa aanu dardaarmay aanu odhanin waxa kale oo sheekhu yidhi marka waxay leeyihiin dee waxa caamahun adilada wasiyada waa ismilkisiin wax la ismilkisiinayo
وصيغة ليسي ملقسي وهبة دي أكره حديث ما أوراني ليس للقاتل وصية نقاتل يدر وصية مره كايسك هو ضعيفين حديث مركان ليرا حديث قواجر أنا بوحي لا يهين وهدو دردار مو إلى هذا قف قيدر أيانو دردار مهدو إلى هذوي ولوارث قف قوارث دحل قرهانا دردار قواوا انصحيا واسئين أجاز هدي بنيان باقي الورثة ورثة إندو ذا باقي المطلقين التصرف اي تصرف قود يتقرب الكودو وسيد دي سيحي ذاتك دحل كرير دحل بي ليهين إلهي بان قبول بوحه لا يهي عديي نبي قلنا انت عند حلقة نسوة ديجين دردار نواه چيري چيري سادة الهدد بامرقي دي آيات كان حلقة سوة ديجين ايا النبي صلى الله عليه وسلم حديث يسيح او حكويري ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث إلى هاي قفقة سوى حق لحق سواسي دردارا مالي مركا قف لحلقة وحكوره او انتو هلكن مركا الى انت سوا دردارن هلكا يقوى عيو حقا او عصدو حتى لو الى ذا حلكينا وان كان قيب قليا انا يو اقلادان موياني ورثذا انتو هذا صاحب ضيب المطلقين التصرف تكريف الكود وسيد يسيحي ان ضدك يريريو ضدك والان يانا هين ضدك غانقارك عقلي غالي انسف هذا هين المحجورين ده هين إنه يؤقل هذا الموياني حدي الله إلى هذا إيران كاوحا قار كابا الله دردار إسلام دا وحا قار كابا الله دردار والد كيسي وحا قار كابا الله دردار مؤقشهين انتي كاري حدي إلى هذا وؤقل لحي وحي انت الله قتشرو أي وحي كرانا دحرية حدي إلى هذا مؤقل لنا مصعون أيو أولا تشوكري هذا حالكي ومابركا انت الله يسوه دردارو أيوم با الله قيبنا إياه wuxuu leeyahay haduu gaar u sheegay iyadoo ay ka baxsan tahay oo misal haduu ilaado inankaasi waa shaqeynaya waxa isaga gaar u leh islaam dari waa shaqeysanaysay waxa iyada gaar u leh in islaam dan kale waa shaqey waxa iyada gaar u leh iyada taasi de waa cadeyn u cadeynayo qofgani wuxuu leeyahay oo al iqrar oo yaani qofgani ama deyn uu ku leeyahay ama wuxuu leeyahay de xaalu saxa iyo xaalu marad labadaba iyada way ansaxdaa laakiin waa waxaanu dardaarmi weeyay ولوارث مد وارث ودحلق كلنا الدردارك ووان صحيا إن أجاز باقي الورثة هذه ورثة انتو ذكرى صاحب لي دحرياش انتو ذا صاحب لي أي بنيان وورثة المدقين تصرف يتصرف قد سيد ديسنا هذي عرور يهين هذي دد والي يهين دد سفهاء هون تصرف كريني هدين وحبا كبير شريان بين نقول السيانتا والسوة دقائبين ايا هذي قاركود دد غنقار يهين قاركود يرير يهين qaar kood markaas ay dad waalan yihiin een de inta mudlaqo tasarrufki haday ogolaato intooda waa soconaysa dadka kale aan mudlaqo tasarrufka hayna intooda waladay hadaba ay qaarna ogolaadaan qaarna diidan dadka oo mudlaqo tasarrufa de ka diiday wixii su dhalbo noqon inta ka soo agaysay ki ogolaadeen intiisi sidii ayay markaa ugu soconaysaayo shayga la dardaarmay un ba markaa la dhaxlaya la qaybinaya marka qofkii diiday wixii si waa looga soo jiray kii ogolaaday in wixii si waa la siin ogolaanshaha iyo celintuna waxa weeye uun deyntu dhintay kadibadii qofka waaris ah markuu dhintay qofkii dhaxal ka lahaa ee intu dhintay kadibadii diida ama ogolaado ma la ixtibaarinaya haduu isagoo dardaarmo qofkii qof dhaxalka wax la ku dardaarmo isagoo nool ma sii oran kartid may ma ogolaan wiin kama ma ogoli laama waxba wali ma diyaalanin imika wali qofka uu dardaarmaya leh waxay kula gudboonday inaad ogolaatay iyo inaad diida marka uu qofka la dhinto laama markaas uma dhaxlatay inta ka horeysa dhaxlamadii waxba dhici karta ka taa hayay inaad kama horeyso adoo halka maraya uu gaari kula dhaco ayaa suurtagal marka waa ka dibuun hatta law awsa haduu dardaarmo likulli mid la arko min banihi wiilashiisa بعين هضو عين يا شيء دردار مو بقدر نسيبه نسيب جيسي او كرا صحد ويان صحيسا لكن وين يسوع قرادا وحنا يا هلكنا كما سوق صدحين بورها
wuxuu leeyahay iba ka soo qaad saddex guri ama saddex gaari oo wuxuu leeyahay isku mida oon wax qiima isdheerayn. Wuxuu yihi hebel waxaan u dardaarmay guriga xagga galbeed xiga, hebel waxaan u dardaarmay kaa dhexda ku jira, hebel waxaan u dardaarmay kaa xagga galbeed xiga ayaan u dardaarmay buu yihi. Saxad ayana way ansaxaysaa, waa see bishardi lijaazima, laakiin waa inay isu ogolaadaan. Leanna waxaa dhici karta in dee aqraad waa isku khilaafda uu yidhaahdo anigu maya mid kaa koonahaan doonaya ka dhexaan ugu doonayo, inuu laakiin yaa wuxuu jeedaa cadceed buu koor jeeda kaa ka jeedaan doonaya, waa in laysla ogolaadaa. Oo ay markaa taa labdeeda waa inay isla ogolaadaan. Hadday isla ogolaan waayaan iyadana ma soconayso. Xadiidkan aynu tilmaamaynay ee laa wasiyata liwaarithin ayaa markaa ziyaado, walow culimada qaarkoodna ay daciifiyaan, ayaa raacsanayd in ayujiisa alwaratha inay warasadu baneeyaan mooyaan. Warasada kale inay baneeyaan mooyaan qorf waaritha wasiya yar dardaar inuu leeyahay ma jiro. Waxaa kaloo dhici karta oo bannaan iyaduna qofku inta uu nool yahay hantidiisa inuu kala siiyo dadka dhaxalkiisa leh, oo siday u kala helayeen markaa inuu u kala siiyaana way bannaan tahay. Hadduu intuu nool yahay hibeynayuu wax bixinayana waxaa laga maarmaana inuu si cadaalada wuxu siiyo, oo cadaaladaasi markaa ma inuu inankiina laba qori siiyo inantiina qoriba, mise waa inuu isu leekaysiyo. Labadaba culimmadu way yidhaahdeen markaa hadduu bixiyo oo cidnaba aanu dulmin iyada waa soconaysaa. Hadduu laakiin intii uu bad qabay uu qaarkood wax siiyo qaarna aanu siinin, ma soconaysaa mise ma soconayso? Waa masar ay culimmadu isku qabteen, laakiin jumhuurku qofku waa ku dambaabayaa bay leeyihin, laakiin waa soconaysaa. Mar hadday bixin ahayd watasicu wasiyadii waa ansaxaysaa, miman mid bay ka ansaxaysaa, calayhi dayn mustaqribun lagu leeyahay dayn wada qarqiraysa xoolihiisa oo dhan. In usqiita waa haddiise la rido dayntii biibraahim baryeelidiiyo saamaxaad ciddii kulahayday ka saamaxday, aw hayrihi ama baryeelid wax hayrkeedahoo dee sida markaa in laga bixiyo oo uu ka bixiyo qof dhaxlo ahi ama qof galo ajnabiba uu ka bixiyo. Qofka masalan kama soo qaad wuxuu leeyahay guri ama wuxuu haysaa waxooga yaroo kaasha buu haysaa oo kama soo qaad toban kun buu haysaa, waxaa lagu leeyahay toban kun oo lacagana waa lagu leeyahay inuu dardaarmaa way ansaxaysaa, oo yidhaahdo qofka waxa iyo waxaasaan u dardaarmay. Hadda daynta lagu leeyahay dardaaranna wuxuu imanayay dayn dabadeed buu imanayay, oo marka daynta la bixiyuun baa dardaaran iyo dhaxalba yimaadaan. Inda ay dayni taagan dee qofkan dayn lagu leeyahay dardaaranna ma jiro dhaxalna ma jiro, oo wuxuu ka dayay hadday dayn wadao dayntaasaa loo qaadanayaa wax la dhaxlaa soo harimayaan markaa wax markaa dardaaranna ma soo harayo. Markaa isagoo wuxuu haysaa toban kun yahay, toban kunna lagu leeyahay ayuu odhan karaa qofka waxaan u dardaarmay kun doolar. Horta way ansaxday, laakiin fulinteedii iyo bixinteedii maxay ku xidhan tahay? Waxay ku xidhan tahay laba arrimood. In usqida biibraahim haddii dayntii lagu rido baryeel uu kiilaha ka beri yeelay, aw hayrihi ama qof galo ajnabiya baa kaba bixiyey ama qof dhaxlaha baa ka bixiyey. Mar hadday dayntii baxday oo tarikadii ay saafi garowday, dardaarankii uu markii hore dardaarmayna waa taaganyo, waa la bixinaya, oo lama odhanayo markaa wax dardaarmayey dayn ka badan baa dul saarnaydoo dee wax soo hadhayba ma jiro. Wasiyada iyo dardaarankaasi ma ansixin, lama odhanayo. Halkan masale kale ayaa inoogu jirta, in usqida biibraahim aw hayrihi. Markaa in usqita iyo in saqada nusuqba way ilaahin, in saqada hadduu daynti ku dhaco biibraahim aw hayrihi, ama in usqida haddii la rido dayntii biibraahim aw hayrihi. Waxay halkan waaumatiga kitaabka ku arkaynaa qofkii daynta lagu lahaayaa dhintay, in hadduu qofkii daynta ku lahaa ka beri yeelo uu ka beri noqonayo, hantidiisiina la dhaxlayo dhaxal noqonayso, dardaarankiina laga bixinayo. Dumarka Soomaaliyeed cidu fadwootay arrintaa ma garanayno. Waxay aaminsan yihiin
qofku haduu dhinto inaan waxba laga saamixi karin. Saa daraaddeed baa islaam waliba su-aal waxaa ka imanaysaa, sheekhow ninka igoo dhintay meherkii ma ka saamixi karaa? Odayadiina waa tan inay meherkii iska bixiyaan lagu dhibay. Mid waliba isagoo meherkii yaraa ka laalaado ayuu dhimanayaa. Laba arrimood baa jiro oo taa keenayo. Mid weeyaani ragga badidooda daymo uma qabaan, oo mid baa waxaa la yidhi geel badan bay qabsan, war iskaga meher miyay qaadaysaa buur, waana geel iga qaada, iskaga meher buur. Oo qaar badan baa u haysaba inaanay daynba ku ahayn. Xagga dumarka lafdooda dee xilliyadii hore qaar baa u yaqaanay inuu dabaaji reerka ka yaalla yahayo, haddii waxoogay lasii in lasii fuday inuu halka kadinka lasii joojinayo, dee hadhowto markaa la dhaqaajinayo. Laakiin marka waxoogay meheri ka yaallo dee inay culus tahay oo meesha markaa baroosin ugu xidhan yahayo aan markaa hore loo dhaqaajin karaydin. Taasaa waxay keentay markaa in oday waloo dhimanayaba diintii ay ka laalaado meherkii lagu leeyahay. Dee waana meherkii waana xaqii ugu mudnaa weeye. Wuxuu haweeneeda markaa farjigeeda ku xalaashaday waxa weeye waa xaqay leedahay oo khaalisa, waana deynta ugu horeeya ee qofka lagu leeyahay hantidiisa laga bixinayo weeye. Markaa islaamii cid u fadwatay cid ku tiri mooyaane, qofkuba hadduu dhinto sawta la yidhi waxba laga bixin maayo, oo yaa yidhi yacni markaa qofkii isagoo nool wax waa laga saamici karaa, waa laga deyn karaa, isagoo dhintayna waa laga deyn karaa, waa xilligu uguba baahi badan yahay. Waxaana yidhaahdaan culimmadu, laa yabra'u lmayitu min addayn aladii calayhi ilaa idaa cafaa canhu daa'inu oo uu sudida daynu canhu. Labada arrimoodu mudayntaasi qofaa kaga harayaa, wuxuu kaga beri noqonayaa un kii daynta kulaa inuu ka cafiyo, iyo in laga bixiyo dayntii ama waarid ha ka bixiyo ama ajnabi ha ka bixiyo. Markaa qof dhintay waxba lagama saamixi karo, islaamu meelay ka keeneen ma garnayno. Wa kullu wasiyatin, wasiyo iyo dardaaran kasta oo laa tatawaqafu aan ku joogsanayni calaa ijaazatin min athuluthi tuxsaw min athuluthi baa laga xisaabin ilaa cidqa umi lwaladi umulwaladaa xoreynteeda mooyaane wa cidqan xoreyn mucallaqa lagu xidhay bisifatin siba lagu xidhay mooyaane wujeed la helay fil maradi xanuunkii oo wamaa takri markaa xoreynayna u dhinto qaawaata u dhintay qaabula lmuctiqi kan xoreeyey hortii walaa maala lahu gayruhu wax maal iyo xoolo kalena aanu lahayn oo aanay u sugnayn. Waxaa sheekhu leeyahay wa kullu wasiyatin dardaaran kasta, dardaaranka waxaa la mida baynu isna nidhi intaa uu qofku xanuunsanayee xanuunka halistee maradulmowdi uu ku jiro wixii tabarucaadahee uu sameeyaa waxaa yara ay ama ha tanjiisiyo yacni ha bixiyo oo si go-aan ha u bixiyo ama ha tacliiqiye iyana dardaaran bay ka dhigan tahay mar hadduu qofku xanuunkii geerida uu ku sugan yahay. Markaa wa kullu wasiyatin, wasiyo iyo dardaaran kasta, waxa markaa soo hoos gelaya tabaruc kasta iyo wax kasta hor ilaahay u bixiya xanuunka geerida ee wasiyaasu laa tatawaqafu calaa ijaaza, aan ijaaza iyo ogolaansho warasadu ay ogolaadaan aan ku xidhnayn oon ku taagnayni min athuluthi tuctabaru ama tuxsaw min athuluthi, thuluthigaa laga xisaabiyaa. Waxyaalahan la bixinayo qofku markuu geeriyoodo waxaa la yidhaha ra'su maal baa laga bixiyaa, oo imika deynta oo kale maalka madaxiisaa laga bixiyaa, oo looma eega inay saddex meeladoo meel tahay iyo afar meeladoo meelnay tahay looma eege, maalka madaxiisaa laga bixiyaa. Marka la wada bixiyo wixii soo haro unbaa la eega, iyo haddaan waxba soo harinba. Imika wasiyada oo kale waxa loo eegaa un thuluth ma tahay, saddex meeladoo meel ma tahay mise maaha. Markaa waxaa lagu odhanayaa shaygaasi mina thuluth buu ka baxayaa ama waxaa lagu yahay raasumaal buu ka baxayaa baa lagu odhanayaa. Haddii lagu leh raasumaal buu ka baxayaa maalka madaxiisu ka baxayaa la wax kale looma eego. Haddii lagu leh mina thuluth buu ka baxayaana waxa weeye dee thuluthkii maalka saddex meeladoo meel markaa la eego ma yahay shaygani, hadduu yahay waa soconaya, haddii kale ma soconayo. Markaa dee wuxuu uhi wa kullu wasiyatin dardaaran kasta oo tabarucii maradulmowdka xanuunka geerida uu sameeyana waa lamide wasiyaasu laa tatawaqafu aan ku taagnayn calaa ijaazatin, ijaaza iyo bannayn ay warasadii bannayso aan ku taagnayn, oo ta aan ku taagnayni waatee waxa weeye wixii saddex meeloodow meel ka yar
أجنبينا لو دردار مي مر هدي صدح ميلود ميل خيرتهي مر هدي يعني ده صدح ميلود يوحك سياريتي مر هدي عيد آن وارثهين أجنبي لو دردار مي من الثلث تحصل من الثلث بالغي حسابيا هدي صدح ميلود ميل قبل أنت إجازة وباهنتي هدي وارث لو دردار من إجازة وباهنتي لكن لبذا وحي أنا هين مركي ثلث يوح خيرتهي أما مركي لغير وارث إذا وارث لا دردار من الثلث بالله اعتباريا إلا لو مسلو مركي نوغا صور بها الكا وانا لو مسلو اسك دقيقة وانا لو مسلو الله حريرون أضومين دي هادا مجران لكن حل قادة علم ذا كتب تنقريين أضوم ذا وابوحين أو سياسة لدى حرام كري سيلة لحايين هو لكم عملوني سادردد بأحكام دي علم ذا إن بضر يوقع الله أما أحكام ربنا بمثال كذا أضوم ذا سنقلقا لكن إنكم عند مرة دينا إنكم عملوني نفهم كذا وحيا كاميين أي نوسي أتكان إياه إلا عتق أم الولد أم الولد حرين دي المهورة أم ولد وحوهي أدونتا وسيد كاسي إلمها كدري إلما يودش أم ولد علي هذا مرهدي إلما يودشو ما ينكرو ما هي ما ينكرو ملكي جيسا سنبو غمصاري كرو مرخا ودنتانا تعتيق من رأس المال waxay ku xorobaysaa maalka madaxiisa oo haduu kaligeed oo kaliya la yimid wad xorobaysaa hadaba ila cidqa umul walaadi umul walaada cidqiyada mooyaanin oo yaani habo kaga wada ilma dhashado oo ilmahaana kaga dhashado intu xanuusanaye ayadu waxay ka xorobaysaa raas maal bay ka xorobaysaaye sulus loo eegi maayo ijaazada hada kuma taagna ayadu ijaazada ku taagneyn ayaa hadal raas maal bay ka xulaysay suudaan ka xoroobaynin oo waxa la yiri waagaaga umu walado xoray xoroogooda ay xoroobayso wasiye kuma jirto tabarucna kuma jiro halkee markaa uga soo rabay oo kul wasiyatin ama tabaruc aleega noqorta ama wasiye aleega noqon karta oo isla markaa loogu sabayaa loogu sameeyo maba ahaba labada midba ma ahe si uu noqon karta لأنه وحي لا يهين إن مركه وجريه ضد بديبي حروبه يسي بعد الموت أي حروبه يسي عند المرض الموت كان واحد ما شاء الله جه يقول استيلاد ينو كيل ما نشري استيلاد كلا تبرع ما إتلاف بالله قصة قاضية مركه هذا سيف نقولش مركه وحي لا يهين ما يوحى لوجد شيء ذا حرين أم ولدتي إنه حريه أو حرين دادي وشره استوى مرض الموت كصغر إلى مرك ربو حرابة يسي هذو مرك حريه أم ولدتي استوى مرض الموت كشرة يعني من رأس المال بالله اعتبار يسولك الله اعتبار المال وأنا تبرع مرك في مرض الموت سمي إلا عتق أم ولدي مويانه وعتقا وإلا عتقا معلقا عتق يا حرين لجو حرين مركا إلا عتق وإلا اعتاق ومن الولد بلوش ذا أم ولدين وحريه مرض الموت يكون حريه مويان وعتق وإلا عتق حرين مويان معلق لجو حري بصفة سوى سوتشيات ذهلا في المرض حنون لجو حري أدوم بوع كيري هدي أد وحاس بيصو حربة طاي ورفع يويه مركا عتقا معلقا في صحة بصفة سواء وجاز من مرض استغوا حنوصان اياد دبادا حنوكي مرض الموت كتشرا اياد دبادنا صفة له مثلا حداد ماشا تكتو حداد ماشا كشو حداد واحد سوي سيدا وحيبو سوي مرض الموت نوو كتشرا وحي اختيارو سيدو كل ايهين مجرو مركان الرأس المال بكحرو بيا اجازنا هدو مباهنك أو مات وليبا وصيدين تو كان عتيقا هنا قبل المعتقي كان حريي هرتي هدو دين تو أو مات وليبا قبل المعتقي قبل المعتقي كان حريي انت أرون لما كور بانو دين تي ولا مال له غير وح ماله كانوا لا يهين مجرو كاسر رأس مال أيو كحرو بيا حالة دي تعليق وسمعين أيو ما لقيا مرهدو صحيحها
سياسو كحروبية حورك هلا بيول هانم والله ما أرانا يمر هدو مرد الموت كتشرو أدون كاسو كلي أنا ولا يهي أدون كسلسون حروب الله أرانا يو لأنه حال الصحة أيال اعتبارنا يو تعليق السمية ديوع في مال قبي باب المساقات والمزارعة مساقات هي مزارع أيوب أبيه ووربتنيه وذا بيرشو يعني بير وذا فرشو أي نقول إسحاق مساقات سده وشاقه إنه شاقي دونه أسارة وليل الشافعية ذو سده يقبطه وديرتن تمرتا هي ديرتن عنبكا أولودي بوعدك شقيسا سمرها وغصوبها ومتكود ببرقاته مزارعاتنا إساقا شاقه إنه كان دونه وعوية إن قف لودي بردل سيو زرعوه غشقي قف باوع لودي بيه دولكي يا أبوركي دولكي أو ديارة يوبيه يوح والبري أيا لودي بيه أبوركي أشنيدي وحي لغو بيرينا ولودي بيه وحالا لأي إنه غشقي وحي إنه غصو بحنا أدنا إنتا ساد ليه دي أنا إنتا سان ليه هاي تاني مزارع علي لحظة مساقاتك وحواصلة حديث البخاري ومسلم يورينا إياه نبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشدر ما يخرج منها من ثمر وزرع وحو كله الشيء عمل يشقى يكون أحمر ترير خيبر وحكسه بحكرة بركي إنا يقاتان نلقى سامل يزرع مساقات أركان جادو واللح ميدي وحوية مالك ومالك عند كان برطانه عامل أوكيك شقين إياه مورد العمل ماشي عمل كوكو أرورا إياه برطيء عمل كي إياه شقدي وقبنا إياه قفقاً عامل كان او ده ورابين تي ايو بيو هجاچين دي ايو ملي بيو فريسان ايان ايو لاما قوقوين تي ايو ملي هجري دو دي شاقادو مركا عدو لكو قدي دي سي شاقادو قبر ايواتا ثمراد ايام ملاحا ايا سيقادي لغو هشين ايا لوغي لغو هشين ايي والحدة مالك عامل عمل ثمرة صيغة مورد العمل يا عملكم ايش قرورين وعلي المساقات ومفعلة ووربتا ان يعقد وين كله الشيء على نخل او شجر عنب جات مراد اما جاد عنبات لمن يتعهدها مع من يتعهدهما اذ مركا وقد ذلك سورابين إيو يعني هجاجين بجزء نقي معلوم الله يقانو ومما يخرج منهما وحين لبدو ذاك السوء بحيير ولا تجوز في غيرهما كما ربنا لن لبدأ قيد وحي أنا حين وعشاق لي المساقات ورابتا وأن يعقد واينو هشيس خلقلو نجي مارجها على نخل أو شجر عنب جات مراد أما جات عنب أي مارج وذي هالشيء كل جريا لمن يتعهد مع من يتعهد مع عد تعهد إياه الدلال إياه هجاء شو قصة بيسا أو ورابيسا أو كبعيسا أو حراميسا أو خشقيسا مدة معلومة أبو لجلا يلا يقانو محانو كل هالشين يا بجزء جزء يا قيم معلوم لا يقانو مما يخرج منه اللي بدأ بحكة صباحا يا أيو لا يا أنت أصاد لي ضي ملك اللي بدأ وذا وذا يا لنا يا جزء يا ذا يا قيم تيا بس أنت إيش كيو خلايا لنا يا أنا
waa inay caddahayo boqolkiiba kala bar baad leedahay boqolkiiba yani wixii ka soo saddex meelood meel baad leedahay saddex meeloodo labaad leedahay saddex meeloodo hal baad leedahay waa inay juziyadaa ku caddahay waa in dhirtu dhir beeran oo la arkayo waa inay tahay muddada waa in ay muddo ay ku midaynaysa waa inay tahay waxaan shaqadiisa ka mid ahayn qofka caamilka waa inaan la saarin camalku haynta gacan ku haynta dhirtaas waa inuu markaas isagu leeyahay waa inuu aqoon u leeyahay camalka iyo shaqada walaa tajuusu fii gayrihimaa waxyaalihii dhirihii kale ayada kuma bannaana sida ay markaa midhaha sakadoodaba ugu gaar yeeneen uu shaaficiyadu midhaha timirta iyo midhaha cinabka ayuunbay shaqadana markaas iyadana ugu gaar yeeleen oo waxay leeyihin waxyaalaha kale mar haddii aan dee midhahoodiiba zaka lagu lahayn dee ayaguna markaa shaqadana ma yeelanayaan ilaa tabaca lahuba inay dee raacsan yihiin mooyaane dhir raacsan kuwan un mooyaane masalan meeshii dhir timira baa ku taalla dhir kalena way raacsantahay inabaa kuya dhir kalena way raacsantahay dhirtaa kale in ayaga la raaciyo dabagal u yihiin mooya gaar ahaantooda uguma bannaana walaa tajuusu fii gayrihimaa waa sida shaaficiyadu qabaan xataa alqowlu alqadiim lilimaam shaafici wuxuu qabaa dhirta midayso oo dhan inuu markaa ku bannaan yahay ayay qabaan oo linmacaan dee ku bannaanayso kan jawaafa inagu saytuunka inay ku bannaanayso saytuunka caadiga ay ku bannaantiinko dhirtaasoo dhan midayso ee midahooda la intibaacsado inay ku bannaanaysay markaa almadhab alqadiim limaam shaafici iyo madaahiibta qaarkood ba ay qabaan marka walaa tajuusu fii gayrihimaa ilaa tabcan inay markaa labadan un markaa tabac iyo dabagal iyo raacdo raacsan yihiin mooyaane daraska qaybta sare ka inoogu joogto wallahu aclam.